السؤال الثاني ديال المتتالية هندسية، غيقول لنا اكتب VL بدلالة N. هاد السؤال هذا إلا بغيت نجاوب عليه خاصني نكون عارف طبيعة الحال، خاصني نكون عارف قاعدة اللي كاينة في الدرس. هاد القاعدة كتقول لك إلا كانت VL متتالية هندسية، يعني القاعدة كتطبق ملي كتكون متتالية هندسية، كنقولوا VL كتساوي V0 fois Q à la puissance N. VN كيتسمى الحد العام، هذا كيتسمى حد عام، V0 كيتسمى حد أول، Q كيتسمى أساس لا غيزون، و N راه فاريابل ديالنا. إذا عندنا هاد العلاقة وعندنا علاقة أخرى عاوتاني، يعني كاين جوج علاقات خاصني نعرف إمتى نستعملهم. VN زائد واحد كتساوي VP fois Q à la puissance N moins P. VP هو الحد الأول هنا. شنو هو الفرق ما بين هاد جوج علاقات؟ رد معايا البال. مني كيكون N ينتمي إلى L، يعني التمرين اللي غيعطيك فيه متتالية وغيكتبوا لك N تنتمي إلى N كتخدم بالعلاقة الأولى، لأن N ينتمي إلى L يعني المتتالي ديالنا كتبدأ بزيرو، الحد الأول دياله هو V0، والتمرين اللي غيكتبوا لك N ينتمي إلى N إطوال نجمة، التمرين اللي غيكون فيه N كينتمي إلى N نجمة غنخدمو بالعلاقة التالية. إذن غنجاوبو على السؤال رقم جوج، اكتب VN بدلالة N. إذن التطبيق على وطني 2017، السؤال الأول شارحينو ديال كيفاش نبينو متتالية هندسية. وصلنا السؤال رقم جوج، سؤال بسيط، اكتب VN بدلالة N، النوع ديال المتتاليات بدون كسر، أنت كتشوف كاين غير UN ما كاينش كسر، فيه UN في البسط UN في المقام، يعني المتتالية ديالنا بدون كسر. كيبقى لي أنا إلا بغيت نجاوب على السؤال رقم جوج، نقول أش من قاعدة غنستعمل، واش واحد ولا جوج؟ في التمرين كاتبين لنا N ينتمي إلى N، وغنلاحظها من خلال عطيني إي زيرو. إذن غنخدم بالعلاقة الأولى، كنكتب العلاقة هي الأولى، VN كتساوي V0 في Q أوس N. وضحنا أن V0 هو الحد الأول، ووضحنا بأن Q هو الأساس، لقيناه في السؤال الأول هو 1 على 4. قالت لي V0 الحد الأول، ساهل، بحال بغيت نحسب F لي 0 كنمشي للدالة F ونعوض X ب 0، بغيت V0 غنمشي ل V غنعوض N ب 0. إذا غنمشي لهاد V وغنعوض N ب 0 غتولي U0 ناقص 16. U0 كتساوي 17 عندنا في المعطيات، إذا 17 ناقص 16 V0 كتساوي 1. تالينا تطبيق عددي، غنجي وغنديرو VN تساوي V0 هي 1 في Q، عندنا 1 على 4 ما ننساش الأقواس، الكل أس N، يعني من الأخر غنقول ليه VN هي 1 على 4 الكل أس N. سؤال بسيط. دابا غادي نشوفوا نفس السؤال ولكن غنطبقوا على متتالية اللي غيكون فيها كسر، هندسية فيها كسر. إذا السؤال الأول مجاوبين عليه ديال كيفاش نبينو هندسية، الأساس ديالها كي 1 على 2، قالوا لي اكتب VN بدلالة N. نفس الخدمة في هذا السؤال، يعني ما كاينش واحد التغيير، تعرف القاعدة اللي غتخدم، عطينا هما U0 بمعنى N ينتمي إلى N، إذا كينتمي ل N كنخدم بالعلاقة الأولى وكنكتبها ليهم، VN كتساوي V0 في Q أس N. الأساس لقيناه في السؤال واحد هو 1 على 2،
غيبقى خاصني في زيرو اللي هو الحد الاول، بحال غنحسب الصوره في داله، غنمشي لفي غنعوض ان بزيرو، غتولي الكتابه يو زيرو ناقص واحد على 3 ناقص يو زيرو. يو زيرو عاطينا القيمه ديالها هي جوج، اذا جوج ناقص واحد على 3 ناقص جوج. حسب بكالكيل ولا بايدك غتلقى في زيرو كتساوي واحد. عندك كيو الاساس حسبتي في زيرو كتجي كدير ليا تطبيق عددي، في ان كتساوي في زيرو هي واحد فوا الاساس كيو واحد على جوج، ما نساش الاقواس وكندير اس ان، بمعنى لقينا في ان هي واحد على جوج الكل اس ان. هذا السؤال جوج هو عبارة عن قاعدة كنطبقها حرفيا، ما غنزيد ما غنقص. السؤال الثالث غيقول لي اكتب يو ان بدلالة ان. هاد يو ان ما هي هندسية ما هي حسابية، ما عندنا حتى شي معلومات عليها. المهم هاد السؤال الا كانت عندك في ان كتكتب على هاد الشكل، يعني الا كانت عندك متتالية بدون كسر كيكون سهل. كيفاش سهل؟ يعني انت كتكون عندك في ان كتساوي ا يو ان زائد بي. باش ندوز من يو ان لان ميمكنش، كندير بحال واحد الوسيط بيناتهم، خاصني ندوز من يو لفي وعاد من في كندوز لان. هادي الخدمه اللي غنولي ندير، ميمكنش نمشي من او لان ديريكت، كنقسم الطريق. المرحله الاولى كدوز من او لفي، يعني بحال كنقول لك او ان بدلاله في ان. والمرحله الثانيه في ان كتكون عندك كتعوضها بقيمتها اللي فيها ان. انا غنفسر لك اكثر. انت كتكون عندك هذه المعلومه، بحال كتحل المعادله كتقول ا او ان كتساوي في ان، بي كتجيبها هنا كتولي ناقص بي، ثم يو ان كتولي كتساوي في ان ناقص بي على ا. هذه كتسمى المرحلة الأولى. نعلم أن دابا في ان كتكون عندك بدلالة ان، كتكون عندك هذا هو السؤال، هذا هو السؤال اللي شرحنا رقم جوج. إذا اش كدير أنت؟ كتحيد كدير يو ان تساوي ا ناقص بي، كتشد في ان وكدير ليها التعويض بقيمتها، كتعوضها بالقيمه ديالها، كتلقى راسك ساليتي. امتى غتبان لينا؟ ملي غنشوفوا هذا المثال. سؤال رقم 3 استنتج يو ان بدلاله ان. هادي ما عندهاش قاعده، عندها غير واحد الطريقه غنوليو نستعملو. اذا اول حاجه غنحط العلاقه اللي كتربط اي و في. العلاقه اللي كتربط اي و في هي ان في ان كتساوي يو ان ناقص 16. دي العلاقه اللي كتربط اي و في. انا دابا خاصني نرجع اي بدلاله في، يعني خاصني نرجع اي هي اللي كتساوي في. سهله، غنخلي يو ان في بلاصتها، نخلي في ان في بلاصه ناقص 16، نحول الطرف الثاني تولي زائد 16. اذا انت لقيتي يو ان كتساوي في ان زائد 16. هذه بحال قلتي المرحله الاولى. المرحله الثانيه سهله، تعويض. تعويض يعني غنحيدوا هاد في هادي وغنعوضوها بالقيمه ديالها، باش غتولي يو ان هي 1 على 4 الكل اس ان زائد 16. هذه اللي وصلنا لها هي يو ان بدلاله ان، عباره عن استنتاج. اما هذا السؤال 3 ملي غتكون عندك في ان على شكل كسر، الخدمه فيه غتكون طويله، لان هنا عندنا على شكل كسر خدمه غتكون فيه طويله، حتى هو خاصك تدوز من اي لفي وتشد في تعوضها بقيمتها. هنا غيكونوا عندنا مراحل،
بحال غنكتب لك المرحله الاولى جداء الطرفين في الوسطين، يعني غتخلص من الكسر دير جداء الطرفين في الوسطين. المرحله الثانيه غدير عمليه النشر. المرحله الثالثه كنديروا اللي فيهم يو ان كنديروهم في الطرف الاول، بحال خدامين في معادله، الطرف الاول على اليسار والطرف الثاني هو اللي كيكون في اليمين. كاع اللي فيهم يو ان كنجيبوهم في الطرف الاول. المرحله الرابعه غنديروا تعميل يو ان. ثم المرحله الاخيره كنديروا عمليه قسمه. اذا خمسه المراحل عندنا غير باش نديروا يو ان بدلاله في ان. ثم اخر حاجه غنديروا تعويض في ان بقيمتها. اين قيمه ديالها؟ هي اللي كنا لقيناها في السؤال رقم 2. نديروا مثال باش توضح لنا الطريقه اكثر. اذا الا بغينا نستنتجو يو ان بدلاله ان قلنا خاصنا ضروري ندوزو من اي لفي، والعلاقه اللي كتربط اي و في هي هذه، هي اللي غنكتب في ان كتساوي كسر يو ان ناقص واحد 3 ناقص يو ان. ماشي بحال الخدمه ديال قبيله كانت ساهله، هذه غتكون فيها خدمه. هذه اللي شرحت لكم في الدرس على شكل تعليمات، يعني اول حاجه اش خاصنا نديرو، انا نكتب لك التعليمات باش تعقل عليهم. اول خطوه كدير جداء الطرفين في الوسطين، هاد في بحال تحت منه واحد، كدير لي جداء الطرفين في الوسطين، يعني غنشد في ان غنضربها في 3 ناقص يو ان تساوي هنا بحال كاين واحد غيضرب يو ان ناقص واحد، ما غيطرا والو ما غيتغيرش، يبقى كيف ما هو، اي حاجه كتضرب في واحد كتبقى هي نفسها. ثم الخطوه الثانيه كندير عمليه نشر، مادام عندنا الاقواس خاصنا ننشرو. اذا في ان كتضرب في 3 كتولي 3 في ان ناقص في ان في يو ان هي يو ان في ان تساوي يو ان ناقص واحد. وصلنا للخطوة رقم 3 بحال كتبت لكم في الشرح. الخطوة الثالثة كنديرو يو ان في الطرف الأول، يعني في تبان لي يو ان نحاول نديها للطرف الأول. كيفاش نحاول نديها للطرف الأول؟ عادي بحال دابا هنا يو ان كاينه هنا وكاينه هنا، إذا ناقص يو ان في ان غتبقى في بلاصتها حيت فيها يو ان، غنشدو هاد يو ان غنحولوها للطرف الثاني غتولي ناقص يو ان تساوي، غنهزو 3 في ان غنجيبوها للطرف الثاني غتولي ناقص 3 في ان ناقص 1 غيبقى في بلاصتو. انت لاحظ معايا، ناقص 1 بقى في بلاصتو، ناقص يو ان في ان بقات في بلاصتها، الاخرين تحولوا، واي حاجه كتحول من طرف لطرف كنغير ليها الاشاره. الخطوه الرابعه غنديروا تعميل باش يو ان، غنعمل يو ان نعملش يو ان بحال غتحيدها غتبقى ناقص في ان ناقص واحد. ما فهمتيش التعميل، دير التعميل التقليدي، عملتي بيو ان هادي غتقسم على يو ان غتمشي يو ان مع يو ان غتبقى ناقص في ان، عملتي بيو ان هادي غتقسم على يو ان، يو ان على يو ان هي واحد تساوي ناقص 3 في ان ناقص واحد. الخطوه الاخرى بلا ما نكتبها راه باينه، الضرب اش كيولي؟ كيولي قسمه. اذا يو ان غيتبقى كسر كبير ناقص 3 في ان ناقص واحد غتقسم على ناقص في ان ناقص واحد، الضرب كيولي قسمه. ثم غتبان لك عندك ناقص بزاف،
غنعملوا الفوق بناقص غتبقى 3 في ان زائد 1 غنعملوا لتحت بناقص غتبقى في ان زائد 1 راكم عارفين الا عملتو بناقص بمعنى غتبدلوا الاشارات مشات ناقص مع ناقص في الاخر لقينا بان UN كتساوي 3 VN زائد 1 على VN زائد 1 إذن دابا حنا درنا الخطوة الأولى يلا كتبنا UN بدلالة VN شو الخطوة الأولى هنا شحال طويلة فبزاف ديال المراحل باش وصلنا لهاد النتيجة هادي بقات الخطوة الأخرى شنو هي الخطوة الأخرى غاتجي غندير UN الخطوة الأخرى نكتب لكم هنا U N تساوي غنحيد هاد V غنعوضها بالقيمة ديالها هاي القيمة ديالها غنحيد V غنعوضها بالقيمة ديالها يعني غتولي 3 V N القيمة ديالها هي 1 على 2 أس N وغتبقى حداها زائد 1 اللي كانت غنهبط لتحت غنحيد V N غنعوضها بالقيمة ديالها 1 على 2 أس N زائد 1 إذن هذه اللي وصلنا لها الأخر دابا هي اللي كيسولوني عليها